أهلا بكم. يستبعد المراقبون في العراق أن تتجسد المعادلة الصفرية في الصراع الدائر الآن بين أقوى ميليشيات العملية السياسية التيار الصدري والإطار التنسيقي، تتجسد هذه المعادلة على أرض الصراع، بما يفضي إلى واقع جديد ينهي لعبة الصراعات التي شكلت أساس بناء العملية السياسية، لأن هذه العملية بحسب هؤلاء المراقبين قائمة على معادلة الاسترضاء أو الترضوية باعتبارها الأساس لديمومة تلك العملية السياسية في سياق لعبة بلا رابحين، وأن المعادلة الصفرية للصراع بين قوى العملية السياسية وميليشياتها غير مسموح بها أبدا، ويجب بقاء كل أطراف العملية السياسية الطائفية والعرقية في هذه العملية. استبعاد انزلاق المواجهة بين الميليشيات إلى معادلة صفرية وفناء أحد الأطراف واستئثاره بالحكم المطلق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها التساؤلات التالية: هل يمكن أن يتدحرج الصراع بين الميليشيات الطائفية إلى معادلة صفرية لإنهاء أحد طرفي الصراع ومن ثم صياغة عملية سياسية جديدة؟ وما الذي يمنع سير المواجهة القائمة بين الميليشيات إلى نقطة إجهاز أحد طرفي الصراع على الآخر كلية والاستئثار بالعملية السياسية منفردة؟ وكيف دامت وتديم لعبة الصراعات الحزبية المستمرة منذ 20 عاما العملية السياسية لضمان بقاء قواها وميليشياتها؟ وهل ثمة طرف قوي قادر على سحق منافسيه الآخرين وإخراجهم من حلبة صراع العملية السياسية إذا ما قبل رعاة هذه العملية بذلك إيران وأمريكا؟ وهل ستتمكن قوى العملية السياسية من التوافق مرة أخرى في إيجاد مرشح التسوية لتشكيل الحكومة القادمة وإنهاء أزمتهم الخطيرة؟ ضيفات طاولة رافع الفلاحي قحطان الخفاجي. لا حسم سياسيا للصراع المتصاعد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بحسب المؤشرات والوقائع، فضلا عن أن أرضية المباحثات والمساومات أصبحت مرتبكة بين الطرفين أكثر من ذي قبل، وشبح الاحتراب المسلح يطل في الأفق بدرجة قد تكون أشد مما سبق، فكلا الطرفين بدأ يعزفان على نغمة الميليشيات التي أصبحت رأس الحرب في هذا الصراع. وقبل أيام من اللقاء المحتمل بين الصدر وزعماء في الإطار التنسيقي، خرج المسؤول العام لميليشيا السرايا تحسين الحميداوي بتصريح يعد إعلانا لفشل أي مفاوضات مرتقبة، وذلك حينما أعلن أن ميليشياته باتت على استعداد تام لحسم أي طارئ وبسرعة فائقة بحسب وصفه. وفي ذلك رسالة واضحة للإطار أن الخيار المسلح مطروح وبقوة إذا تمسك بترشيح السوداني وتشكيل حكومة جديدة دون حل البرلمان. هذا الموقف للإطار يبدو أنه النهائي ولا تنازل عنه حتى لو وصلت الأمور إلى حسم المسألة عسكريا. قوى دولية حذرت أيضا من اتجاه الأمور إلى الصراع المسلح، ورأت أن القوى السياسية تزج بميليشياتها في صراع مفتوح الجهات والمآلات، بيد أن هذا الصراع ليس أمرا طارئا مرتقبا، وإنما قد بدأ بالفعل قبل أسابيع عندما شهدت المدن العراقية حربا حقيقية بين الميليشيات، وشكلت تلك الليلة تحولا في شكل الصراع ومقدمة لاقتتال لم تفلح حتى الآن القوى الوسيطة والمشغلة كذلك في إبعاد الشبح هذا الاقتتال. قانون الغابة الذي طبقته القوى السياسية على الشعب أصبحت تستخدمه فيما بينها على مبدأ البقاء والحكم لمن لديه ميليشيات أكثر عدة وعددا، فبهذه العقلية بدأت العملية السياسية، وبهذه العقلية تنحر نفسها بنفسها. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في استبعاد العديد من المراقبين في العراق انزلاق المواجهة بين الميليشيات الطائفية في العملية السياسية التيار الصدري وإطار التنسيقي، انزلاق إلى مواجهة مفنية أو معادلة صفرية واستئثار أحد الأطراف بالعملية السياسية وصياغتها من جديد. ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب أيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا دكتور، مرحبا، مساء الخير. دكتور رافع، الحقيقة الكثير من المراقبين وأنت منهم
يستبعد كلية أن تنزلق العملية السياسية أو الصراع بين أقوى ميليشيات العملية السياسية إلى نقطة ما يسمى بالمعادلة الصفرية، أحد الأطراف القوية تفني الطرف الآخر، تخرج من اللعبة تماما وتستأثر بالعملية السياسية بشكل الحالي أو صياغة عملية جديدة غير هذه العملية السياسية. إلى ما يستند هذا الاستبعاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم. أهلا دكتور. الحقيقة هذه القضية من البداية معدة، يعني أنت عندما تنظر إلى العملية السياسية كيف أعدت وما هي أهدافها وما هو منهجها، ستجد أن يعني الذهاب إلى المعادلة الصفرية غير مسموح بها بين أطراف العملية السياسية، لأن هذه العملية السياسية من البداية كل الأطراف التي دخلت بها تعرفها، هي ليست لوغاريتمات، ليست سرا، الكل كان يعرف من البداية هي عملية مؤسسة على الطائفية، مؤسسة على صراعات داخلية لزيادة المكتسبات، الكل يدفع بالكل، الكل يستقوي على الكل، كل أطراف العملية السياسية صارعون على زيادة المساحات التي المخصصة لهم، وهذا المحتل الأمريكي صنعها بهذا الشكل لكي تبقى الفوضى قائمة ويبقى العراق متخلفا وضعيفا غير قادر على النهوض، تستحوذ عليه وتتغول عليه قوى خارجية أولها إيران، هذا واقع الحال. فبالتالي هذه القوة من البداية تعرف أنها دخلت هذه العملية السياسية لأغراض معينة، يعني عندما دخلت كل هذه القوى هل دخلت بدافع وطني؟ وهي من البداية تعرف أنها تقسيمات طائفية وعرقية ومكتسبات وعدد من الوزارات وعدد من المناصب العليا وعدد من المناصب الأمنية والعسكرية والاقتصادية، هذا كل جزء من هذه اللعبة، جزء من مكاسب الوجود بالعملية السياسية. فبالتالي لكل فصيل من هذه الفصائل أو لكل مجموعة من هذه المجامع يسمون نفسهم أحزابا، يعني جزافا، هي ليست أحزاب الحقيقة، كل هذه لديها أهداف معينة بهذا الاتجاه، ولديها مخططات ترتبط بالخارج يجب تحقيقها، والمخطط الأساسي والهدف الأساسي أن تبقى العملية السياسية على سكتها، تذهب بمحطاتها، لأنه فيها بقائهم وحياتهم. إذا ما ذهبنا إلى المعادلة الصفرية، أي طرف من الأطراف إذا ما عاد الطرف الآخر وصلوا إلى التصادم القوي سيؤدي إلى خسارة الطرف. المعادلة الصفرية تعني أنه طرف يخسر كل شيء وطرف يكسب كل شيء، والطرف الذي يكسب كل شيء أيضاً راح تصيبه خسائر كبيرة، لن يكون بالقوة التي بدأ بها المعركة، فبالتالي هو ضعيف. ولماذا دخلها؟ بالتالي أكو هناك قوى خارجية ستستحوذ عليه وغير قادر على أن يكمل المشوار لوحده. العملية السياسية أسست على أن تكون بها كل هذه الأطراف، لذلك الحديث عن أنه مقتدى الصدر لا يمكن الاستغناء عنه، وهم يتحدثون هكذا أطراف العملية السياسية حتى بعد المعادات التي يعني صرحوا بها بينهم وبين مقتدى الصدر، يقولون أن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي في طريقها ولا يمكن للحكومة إلا بوجود مقتدى الصدر وجماعة مقتدى الصدر التيار الصدري. وحتى جماعة مقتدى الصدر عندما يتحدثون لا يتحدثون عن انهيار العملية السياسية، لا يتحدثون عن يعني إزاحة العملية السياسية وتشكيل عملية سياسية جديدة، لا، يتحدثون عن إصلاحات. وبالتالي هذه الصراعات لا يمكن أن تصل إلى والأساس في كل هذا، هناك ضابط، هناك قوى معينة. الضابط، اسمح لي نتحدث لا تسمح بهذا عن الضابط، راعي العملية السياسية تقصد أمريكا وإيران. دكتور قحطان الخفاجي، مساء الخير أولا. مساء الخيرات والبركات عليك وعلى المشاهدين وعلى الضيف الكريم. أهلا دكتور. دكتور، الصراع الآن بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي الحقيقة وصل إلى نقطة دموية، هناك مواجهة جرت بأسلحة يعني متوسطة وحتى ثقيلة، وسقط عشرات من القتلى والجرحى في المواجهة الأخيرة التي جرت في المنطقة الخضراء، وهناك عملية تسقيط وعملية فضح أحد الأطراف للآخر، نشر غسيل، الكثير من القضايا كانت خافية في العراق، الآن يعني أحد الأطراف الحقيقة قدم ما يثبت أن الطرف الآخر قام بها قصف، اغتيالات وما إلى ذلك. مع ذلك الكثير من المراقبين يستبعدون أن هذا الصراع على مرارته وشراسته وحدته يصل إلى نقطة إلى معركة كسر عظم أو معركة فاصلة أو معركة وجودية، بحيث أن أحد الأطراف يستأثر بالنظام ويلغي الطرف الآخر. لن تصل الأمور إلى هذه النقطة،
مهما بلغ الصراع من الشراسة والحدة. أكرر الترحاب بك أخي العزيز، وأعتقد هذه هي أمنية القوى السياسية أكثر مما هي قراءة لواقع العملية السياسية بالرمتية. أنا أذهب بعيدا، وبخلاف ما تفضلتم به فأنا منذ بداية الأزمة وقبل الانتخابات أنا قلت وصلت اللعبة الصفرية بين أمريكا وإيران إلى اللعبة الصفرية، ليس انطلاقا من وضع عراقي نهائيا ولكن انطلاقا من وضع الدولي، باعتبار أن أمريكا أدركت لابد أن يتم احتواء إيران في العراق سبيلا لاحتوائها في المنطقة، سبيلا لاحتوائها وتقليل دعم الإيراني لكل من الصين وروسيا، وهذا هو الخلل الأساسي في العملية. إذن أنا أتابع العملية ليس من خلال المنطقة الغبراء وليس من خلال القوى السياسية التي هي أساسا عبارة عن خيال مآتة ليس أكثر وبيادق شطرنج لقوى خارجية، بل أراها من حيث العلاقة ما بين القوتين المتنافستين في العراق. وبالتالي اللعبة بين أمريكا وإيران وصلت اللعبة الصفرية، وهذه النتيجة تنسحب بالتأكيد على طبيعة العملية السياسية وليس انطلاقا من ما يفكر به والحصص التي يتقاسمها أطراف العملية السياسية الذين يتمنون أن تبقى هكذا لكي يبقون على السلطة ويبقون في المغانم التي كسبوها. لا، الرؤية العراقية الأوسع هي تأتي من الخارج، وبالتالي أنا من الذي دعوت إلى أو تكهنت إن صح التعبير أن العملية ذاهبة إلى اللعبة الصفرية انطلاقا من اللعبة الصفرية بين أمريكا وبين إيران. وبالتالي أنا أعتقد أن الخلافات ستستمر، ولكن المشكلة الأكبر عند أمريكا أنها الآن ظرفها لم يكن مواتيا لكي تذهب كثيرا في تطبيق هذه اللعبة الصفرية، ولكن تعطيها مجالا سياسيا مع إيران أكثر من الحسم، في حين إيران تسعى وتتمنى أن تنجر إيران إلى صراع مباشر لكي تؤكد إلى أتباعها أنها ضد أمريكا وضد الكيان الصهيوني. إذن في رأيي، وعودة إلى السؤال، أعتقد أن اللعبة الصفرية في العراق هي قادمة وجارية وأن دلالاتها موجودة، ليس من خلال البينيات والخلافات والتوافقات بين القوى السياسية ذاتها. دكتور قحطان، استنادا لهذه الرؤية، لهذا الاستشراف المستقبلي على اللعبة الصفرية، هل تعتقد أن هناك طرفا قويا قادرا على تحقيق هذه المعادلة الصفرية فيخرج أحد الأطراف من اللعبة ويستأثر هو بالحكم المطلق في العراق؟ إذا رأيت أو نظرت إلى العملية السياسية من خلال هذه الشخوص، جماعة الإطار، جماعة التيار، جماعة كذا، بالتأكيد غير موجود. ولكن أؤكد اللعبة في العراق ليست عبر هذه المجاميع، اللعبة في العراق هي إرادة دولية خارجية منذ 2003 ولحد الآن. وبالتالي الصراع الأمريكي الإيراني، نعم، لأسباب الدولية كما أؤكد وليس الإقليمية والعراق حصرا، يدفع باتجاه لابد أن يحتوى الفاعلية الإيرانية في العراق، وهذا نوع من العودة إلى ما يسمى بالحرب الباردة التي سادت أيام وجود السوفييت أمام المعسكر الغربي. إذن أعتقد أن أمريكا تحتوي إيران لكي تمنع أو تقلل دعم إيران إلى روسيا والصين، لأن هذه أطراف تؤثر باتت على الهيمنة الأمريكية على الهرم الدولي. إذن المسألة لدى أمريكا هي أكبر من العراق وأكبر من إيران، ولكن اللعبة تكون في العراق. لذلك أعتقد أن لابد على إيران حسب ما نتابع أن تنهي الوجود الإيراني، وهذا لعبة صفرية بعينها، وبالتالي الأطراف التابعة لإيران سوف تولد دبر، والأطراف الأخرى قد تصاغ صيغة عملية سياسية أخرى غير القائمة حاليا. نعم، أشكرك دكتور. الآن إذا قبل الرعاة العملية السياسية أمريكا وإيران بالمعادلة الصفرية، ذهبت الأمور يتوقع الدكتور إلى أن تذهب إلى معادلة صفرية، هل هناك طرف مرشح فعلا قوي قادر؟ الأطراف كلها تعتقد أنه هي الأقوى وهي القادرة على إزاحة هذا الطرف من الساحة والإجهاز عليه. الآن لو سمح هؤلاء أمريكا وإيران بالمعادلة الصفرية،
هل ثمة طرف قوي فعلا قادر على سحق الجميع والاستئثار بالحكم؟ أستاذ ماجد، يعني أنا أتمنى حقيقة أن يكون كلام الدكتور قحطان، أنا يعني أتمنى هذا الكلام، وأنا أعرف جيدا، أنا أتفق معه أن ما يجري في العراق هو تابع لإرادات خارجية، والإرادات الخارجية هي من تغير به، وأنا أتمنى أن كل الكلام اللي قاله أن اللعبة الصفرية في العراق اتفقت عليها القوى الدولية بهذه الطريقة، أنا أتمنى يعني أمنيتها واحدة من أمنياتي الكبيرة، وأعتقد كل الشعب العراقي يحلم بها. نعم، لكن واقع الحال غير هذا. نعم، يعني لا أتفق بهذا، لأنه السؤال هو الذي يطرح نفسه، هي لماذا أمريكا جاءت إلى العراق، ولماذا أدخلت إيران إلى العراق؟ لماذا؟ أليس لإضعاف العراق وتدمير العراق وجعله نهباً للآخرين، وهذا ما حصل طوال 20 سنة؟ طيب لماذا أمريكا الآن تريد للعراق معادلة صفرية تنهي بها إيران وتجعل من العراق دولة تقوم على أقدامها من جديد؟ لماذا؟ ما الذي تغير؟ لا يمكن شيء تغير. ثانياً، هي وجود إيران في المنطقة أليس فيه مصلحة أمريكية؟ أليست أمريكا والقوى الغربية تبتز المنطقة كلها بوجود إيران؟ يعني هذا الابتزاز للمنطقة وابتزاز الخليج بالذات أليس بواسطة إيران؟ طيب النقطة الثالثة، كل العراق دكتور، خلينا نسأل قبل أن تروح على النقطة الثالثة، يعني هل العلاقة الأمريكية الإيرانية عام 2003 وما بعدها نفس العلاقة الأمريكية الإيرانية الآن؟ الكثير من الرمال تحركت. نعم، والأمور. نعم، تغيرت. نعم، نعم، ولذلك الساحة العراقية أو الورقة العراقية واحدة من أقوى الأوراق بيد هؤلاء هذين المتخاصمين. أتفق معك. نعم، الأمور تغيرت، وأمريكا ليست بقوتها التي جاءت بها ب 2003، وإيران ليست بالقوة التي كانت عليها في 2003، هذا كله صحيح، كل لا، ولا حتى الانسجام والتوافق. نعم، أو هذا التوافق، تخادم بيناتهم. نعم، شكل آخر. نعم، لكن ما الذي غير كل هذا؟ غير هناك ملف اسمه الملف النووي. نعم، والملف النووي إسرائيل لا توافق عليه، لا تريد أن تكون إيران دولة نووية. إيران حتى لو دخلت دولة نووية ماذا ستكسب؟ يعني ستصنع قنبلة قنبلتين ذرية، واحدها إسرائيل لديها أكثر من 300 قنبلة نووية، مو هذا الموضوع. لكن دخول إيران في دول يعني منظومة الدول النووية، في نادي النووي، هذا غير مقبول، غير مسموح به لا دوليا ولا إقليميا. يعني باكستان دخلت واعتبروها خطأ كبير، لا يريدون أن يكرروا الموضوع مرة أخرى. ذلك هناك ملف نووي يحكم العلاقة الإيرانية الأمريكية الآن، والعراق ورقة في هذا الملف، الطرفين يضغطون على بعضهم بهذا الملف، بملف العراق. إيران تزيد الفوضى في العراق وتزيد وتدفع باتجاه مصالح أمريكا ممكن أن تحددها. لذلك دكتور، أتوقع أن كل قوة من هاتين القوتين قد تسند وتدعم طرف محسوب عليها للإجهاز على الطرف الآخر والاستئثار بالحكم، وهذه نقطة النقطة الصفرية. هذا 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 ربما البعض يتصوره بهذا الشكل. نعم، لكن دعني أقول لك. تفضل. يعني كل الذي فعلته إيران طوال هذه الفترة في حواراتها أو في نقاشاتها أو في لقاءاتها حول الملف النووي، لو كان أي دولة فعلته هل كان وصل الحال لهذا الحال الذي تتوسل به أمريكا وتوسل به الغرب للقبول بإيران؟ لماذا؟ يعني وصلت الحال إلى أن أوروبا تضغط على أمريكا للقبول بالاتفاق النووي، ويضغطون على إيران يتوسلون، وإيران تتمنع وتزيد الشروط. لماذا؟ لأن هناك تراخي في التعامل مع إيران، هذا التراخي واضح، هناك علاقات قوية ولوبي إيراني قوي في أمريكا وعلاقات والمنظومة الإيرانية بهذا الشكل مفيدة للابتزاز الإقليمي، يعني وجودها ضروري للابتزاز الإقليمي، ومسموح لها أن تتطور. ربما تحدد يعني يد إيران في سوريا، تحدد في اليمن، تحدد في لبنان ربما، لكن في العراق لن تحدد، متروكة. وبالدليل أنه إيران عندما كانت مشغولة في قضية النووي والحوارات وصلت إلى مرحلة تفاؤل، العالم بدأ يتفاءل أنه يعني إيران تتفاءل بأنه الحل انتهت، سيوقعون على الاتفاق النووي. ما الذي حصل؟ كان الصراع في أوجه بين التيار الصدري والحائري، من أين طلع؟ يعني هذه الفتوى مال الحائري من أين طلعت؟ من الذي دفع به؟ تمام،
إيران، فبالتالي بدأت إيران تتدخل وهي من أنهت كل الصراع، وأرادت أن تقول إنه إحنا المتحكم بالعراق، وأمريكا تعرف هذا. يعني المحسوبون عليهم الطرف الأقوى الآن قادر على سحق الطرف الآخر، المحسوب ربما على أمريكا محسوب على طرف آخر وإخراجه، يعني الطرف القوي الآن التيار الصدري، يمكن القول هكذا؟ نحن سؤالي هكذا، هل هناك طرف قوي قادر على سحق الطرف الآخر؟ هو يعني مفهوم القوة يختلف، اختلاف مفهوم القوة يختلف، يعني أنا لا أرى كل الأطراف هذه قوية. نعم. القوي فقط هو الشعب العراقي، لكن هو لا يريد يستخدم، يعني متى ما يستخدم قوته هذه لا تساوي شيئاً، كل هاي الأطراف مقوية، شنو قوتها؟ قوتها تملك السلاح وميليشياتها وتقاتل. نعم. هذه بلا عقيدة، وفي أي لحظة يعني يهربون الجميع مهما كان انتمائهم ومكان اسمهم. لكن دعني أقول لك، الآن ثورة شعبية في إيران، ما الموقف الأمريكي والغربي من هذه الثورة؟ لو كانت في أي مكان لكانت أمريكا والغرب أيدوا بقرارات واتجاهات وخطوات يعني دعم الشعب الإيراني، ولكان الوضع غير شكل. لماذا الآن السكوت بهذا الشكل وبيانات على استحياء تصدر؟ هناك علاقات قوية اقتصادية وملفات كثيرة، وجزء من الاتفاق النووي أن تصدر إيران 5 ملايين برميل يومياً إذا ما وقعت على الاتفاق. والله دكتور، للتعويض، وأوروبا تحتاجها، والصراع الروسي الأوكراني جزء من هذا الاحتكام. فلذلك أنا أقول أن اللعبة الصفرية في العراق غير موجودة، لأن القوى الخارجية أيضاً متحكمة وقادرة أن توقف هذه اللعبة ولا تقبل بها الأمور أن تصل إلى النقطة الصفرية. دكتور قحطان أيضاً، يعني سامح تأخرنا عليه، دكتور هناك من يتحدث أنه هذه لعبة الصراعات، وهذا شيء غريب، لعبة الصراعات بين أطراف العملية السياسية المزمنة والمستمرة منذ 20 عام، الحقيقة واحدة من أسباب ديمومة العملية السياسية وحياتها وبقائها لضمان قواها وميليشياتها في دائرة وأروقة هذا الفساد والانتهاكات وما إلى ذلك والنفوذ وغير ذلك. ممكن يكون الصراع سبب للحياة؟ المنطق يقول أن الصراع بين أطراف أي إطار مجهد ومستنزف ومستهلك لطاقة هذا الإطار. هنا الأمر غريب. لا أعتقد الأمور هكذا بهذه الصورة البسيطة. الصراع نعم موجود بين الخلافات بين القوى السياسية، موجودة حتى قبل أن يتم احتلال العراق، بين القوى من ذات النوع بينها موجود الخلافات. ولا ننسى أن الحكيم الأب أو الجد أصح كان قد على خلاف كبير مع الصدر عندما أسس حزب الدعوة، وأيضا على خلاف معه المرجعية الدينية في النجف عندما ذهب إلى إيران ورتب بترتيب معين عام 79. إذن الخلافات هي قائمة بالتأكيد بين القوى السياسية، ولكن الذي جمع هذه المجموعة، هنا أؤكد المرة أكثر من ثانية وثالثة، هذه لم تأتي هي وتفرض الحالة انطلاقا من قدراتها الذاتية ومن أدواتها، بل المجتمع الدولي أو بالتأكيد الاحتلال الأمريكي هو الذي كان خلف هذه التغيير الذي حصل في العراق، وبالتالي جاء بهم بإرادة أمريكية. إيران إلى حد معين كان بالتأكيد تتوافق مع الرغبة الأمريكية لإنهاء النظام العراقي السابق الذي كان هو الشوكة الأساسية أو الأولى التي صد تحركات إيران في المنطقة. المعادلة التي نقول لها ستأتي إلى الصفرية، أؤكد ليس انطلاقا من طبيعة العلاقة بين القوى السياسية داخل العملية السياسية، لأنها بالتأكيد لا تملك الإرادة الحاسمة للانقضاء على الطرف الآخر. الشيء الآخر أن جميع الشعبية لها قد أصبحت هناك خلل كبير في حقيقة الشعبية، حتى التيار الصدري وما وصل إليه مؤخرا بعدما قال أن قتلهم وقتلنا في النار انعكس سلبيا كثيرا على الجموع المثقفة من الجماعات التي كانت تؤيد التيار الصدري. هذا ناهيك عن بقية الأحزاب السياسية المتناحرة، حتى الكردية الآن ما زالت على خلافات كبرى، ولكن هذه المجاميع تريد أن تبقي على مغانمها، فتحاول أن تصل إلى صورة معينة. لو كان الأمر متروك لهم لوصلوا إلى الصورة التي يريدون أن يبقون بها، وينتهي احتمالاتنا للعبة الصفرية. ولكن
أكرر أنا رأيي الشخصي أن اللعبة الصغرية آتية كما أقول وكما أرى استغفر الله انطلاقا من الخلاف الأمريكي الإيراني. نعم أمريكا لا تريد أن تنهي إيران كما نهت العراق ونهت التوجه العام، لا تريد أن تحتوي إيران وتحتوي فعاليتها الإقليمية، لأن الفعالية الإقليمية تنطلق من العراق. العراق كما هو معروف عندما تكون في إيران، يعني إيران في سوريا، إيران في الأردن، إيران في السعودية، إيران في الخليج. دكتور أشكرك. وبالتالي دكتور قحطان إيران يجب أن سامحني الحقيقة أكو إلحاح على قضية الفاصل، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد الفاصل يعني أرجع لك مباشرة وتكمل هذه النقطة اللي بديت بها الآن. إذن بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في استبعاد المراقبين في العراق انزلاق الصراع بين الميليشيات إلى المعادلة الصفرية وإنهاء أحد الأطراف للطرف الآخر. ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان خفاجي. دكتور إذا تيت كمل اللي بديت به قبل الفاصل تفضل دكتور قحطان. شكرا حياك الله أستاذ العزيز. إذا عودة للموضوع، إدراك أمريكي بضرورة احتواء إيران في المنطقة سبيلاً لمنع إيران من تقديم أي مساعدة إلى روسيا والصين، وكلنا تابع كيف كانت لروسيا فعالية في سوريا جراء الدعم الإيراني لهذه الدولة وكذلك الصين. نعم لإيران لوبي قوي في أمريكا لا شك، ولكن الكيان الصهيوني أظل له لوبي. هذا ليس يعني بالضرورة أن الكيان الصهيوني على خلاف كبير ومقاطع مع إيران، لا، ولكن الخلافات السياسية والمصالح قد تدفع باتجاه نوع من الصراع ونوع من التنافس، كما هو الحال بين الدول الغربية عندما تختلف فرنسا مع أمريكا على موضوع الفولاذ أو بين اليابان وأمريكا على السيارات، واردة المسألة. ولكن أعود وأقول أن الظرف المواتي لأمريكا هو بصالح أمريكا، لأن ضد النوعي الذي يؤتي فعله ضد المجامع الإيرانية متوفر وهو التيار الصدري. والتيار الصدري إذا ما جمعنا معه القوى الرسمية للدولة باعتبار الكاظمي بتوافق معه ونصف الأكراد زائدا مجامع حلبوسي وأطراف آخرين مؤيدين له، أعتقد تكون له الكفة إذا ما كونك دعم دولي لهذه المجموعة لكي تحقق غلبة على جماعة الإطار وجماعة التابعين إلى إيران. دكتور رافع، هذا الصراع اللي الحقيقة أصبح صفة لازمة لهذه العملية السياسية، لعبة الصراع والمستمرة منذ يعني 20 عاما، هل هو صراع مبرمج ومخطط للعملية السياسية يجب أن تتصف ويكون واحد من سماتها أنه هذا الصراع المستمر بين قواها، أم هو الحقيقة نتيجة طبيعية ومتوقعة وعرضية لقوى لا جامعة بينها سوى الفساد وغيرها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، قوى غير منسجمة غير متفاهمة جمعت في هذا الإطار لغاية معينة الاحتلال وأيضا لمغانمها ومفاسدها، مخطط لو مبرمج لو عرضي؟ أستاذ ماجد الرأيان صحيحان. أه. يعني لأنه من صممتها أمريكا للعملية السياسية صممت بهذا الصراع، هذا الصراع جزء من وجودها، صراع هذه الكتل فيما بينها كي تبقى مشدودة في هذه العملية السياسية وتبقى صراعها من أجل مكاسبها. أنت تريد أن تبقى هذه مكاسبك، يجب أن تتسلح، يجب أن تكون قوي، يجب أن تدفع بالطرف الآخر تتحالف معه، لا يمكن التحالف لأن كل هذه الأطراف بيناتها خلافات مثل ما قال الدكتور قحطان، وهي واقع حال
هم لديهم خلافات قبل أن يأتوا إلى العراق، قبل 2003 خلافات كبيرة بينهم، وما زالت هذه الخلافات. وبالنسبة للتيار الصدري من البداية هو غير مؤمن بهؤلاء بهذه القوى، يعني لديه خلافات كبيرة مع هذه القوى. والكل يعني إذا ما عدنا، هو يقول أيضا مقتدى الصدر يقول أنه كل هذه القوى والميليشيات خرجت من تحت عباءته، لكن اندفعت بعيد وصارت بالضد من عنده. كضد نوعي مقتدى الصدر، كضد نوعي للآخرين في البيت الشيعي، ما يسمى بالبيت الشيعي، غير هو موجود من البداية. لو كان مقتدى الصدر يفكر بهذه، والتيار الصدر يفكر بهذا الاتجاه، لكان من البداية وصلنا إلى المعادلة الصفرية وانتهى الموضوع. وبالمعادلة الصفرية ستنتهي العملية السياسية، تسقط العملية السياسية نهائيا، وهذا الموضوع لا تقبل به لا إيران ولا أمريكا، لأن سقوط العملية السياسية يعني المشروع كله سقط انتهى، والشعب العراقي سيقرر شيئا جديدا وإطارا جديدا، وستعود الرؤية الوطنية والرؤية، لأنه هذه يعني جربوا كل المشاريع طوال 20 سنة وكلها فشلت وكلها فاسدة وكلها مخربة. فالشعب العراقي ما إلى غير يستند إلى وطنيته، إلى محبته، إلى عراقه، وبالتالي يطرح مشروعه، وهذا مشروعه اللي بيّنته ثورة تشرين. يعني والشباب ذول الصغار اللي ضحوا بدمائهم كانوا يمثلون هذا المشروع الحقيقة، وما زالت جذواه، وما زالت يعني النار تحت الرماد مثل ما يقال، وما زالت الثورة تعد وغيومها تبرق إن شاء الله. هذا واقع الحال. فبالتالي أنت يعني بالذهاب إلى 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 الصراع والحديث عن الصراع في العملية السياسية، مبرمج جزء منه، وجزء منه مخطط له، يعني جاء عرضيا بسبب التدافع، لأنه كل طرف عندما يحصل التيار الصدري على 73 مقعد ولا يستطيع أن يشكل الحكومة، لأنه طرف آخر يعتقد أنه سيزيحه، وهناك خلافات، وهم وصلوا إلى حالة وشفناها شاهدناها في يعني كثير من هذه الحكومات التي شكلت من عام 2005 لحد الآن، يختلفون على نوع الوزارة. يعني لك 6 وزارات، لكن أنا ما أقبل بهاي 6 وزارات، أريد نعم 6 وزارات لكن غير وزارات. هم يعني يختارون هذه الوزارة وهذه الوزارة لأنه الأكثر فائدة لهم والأكثر قدرة على امتصاص أموال بيها وكذا. فهذا صراع بينهم، هذا يريد وزارة الداخلية وذاك يريد وزارة الدفاع، وهذا يريد البلدية، وهذا هذا الصراع لهذه التفاصيل، وكلها لدافع المكاسب. لم يكن بينهم صراعا من أجل الوطن نهائيا طوال 20 سنة. هل كان التيار الصدري عندما يذهب إلى المعادلة الصفرية، هل كان في يوم من الأيام لديه مشروعا وطنيا يدافع عنه ولأجله دخله؟ دعك من الشعارات والحديث هذا الكلام، من يدافع عن من يكون في العملية السياسية من 2005 إلى الحد الآن، وبالفساد والخراب والوزارات والمناصب. الآن يتحدث لي عن الفساد والخراب، ولا نقبل بالطائفية ولا نقبل بالمحاصصات. ما أنت جزء من المحاصصات، جزء من الطائفية، وأنت كنت تقول أنه إحنا قبة الميزان في العملية السياسية، ونحن قبة الميزان في الانتخابات وفي تشكيل الحكومات طوال هذه السنوات. ما الذي جرى إذن؟ ليس هناك يعني بالمفهوم الضد نوعي، بالمفهوم الدارج، أن يكون هناك ضد نوعي يقضي على الآخرين ويؤدي إلى المعادلة الصفرية وتنتهي العملية السياسية وتسقط العملية السياسية. حتى إذا صارت يعني وفاز التيار الصدري مثلا، هل ستنتهي؟ هل ستبقى العملية السياسية وجود؟ لن يبقى العملية السياسية وجود. وهذا الموضوع بالشكل الحالي، وهذا السؤال المهم، هل تقبل أمريكا وهل تقبل إيران أن يكون الوضع بهذا الشكل؟ لماذا لا تقبل؟ نؤجل الإجابة عليه. دكتور قحطان الخفاجي، إذا كان الصراع جزء وعضو رئيسي من العملية السياسية، من سماتها، من مزاياها، من تكوينها، من أنسجتها، هل هذا سيعني أن الصراع سيستمر بين هذه القوى؟ لأن العملية السياسية مراد لها أن تستمر. هذا الصراع كيف سينعكس في المستقبل على الدولة العراقية، على المجتمع العراقي؟ هذا الصراع أنهك الدولة والمجتمع وأوصل إلى هذه النقطة المخيفة والمريعة، أن البلد الآن في القاع. نعم، للأسف الشديد في القاع، نعم، وهو البلد الأسوأ في العالم. أعتقد الصراع سيستمر، وأي عملية للخروج من الصراع هي ليس صراع، ليس حالة خروج من الصراع بقدر ما هي تسوية بين
مجموعة سراق لصوص فاسدين، وبالتالي أسباب الصراع ستدوم، سيما وأن أنا السفلى لدى الجميع هي فوق كل المقاييس، حتى فوق مقاييس الله ومقاييس الوطنية. زاد ذلك أن لا يمكن أن تكون الاتفاقات بينية بين القوى السياسية بعيدة وبمنأى عن الإرادة الخارجية، إن كانت بأي اتجاه، إذا كانت توافقية فإن ضمن توافقات القوى الخارجية، وإذا كانت توافقية بينهم خارج إرادة القوى الخارجية، أعتقد القوى الخارجية لن ترضى بما يتم الاتفاق عليه، لأن مصالحها بذلك ستتضرر، وبالتالي أعتقد أن الصراع سيستمر، وأن العملية السياسية هذه لن تأتي ولن ترى النور أبدا، بل هي انتهت إلى حد كبير ولم تعد موجودة صراحة. لا تدريب هذا الصراع إذا لم يكن في خلد في 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 قرارة نفوس المتصارعين أنه الحقيقة إنهاء الطرف الآخر وتسهيل دفة الحكم في العراق لوحده، لأنه الشراكة أثبت يعني أو المحاصصة أثبتت فشلها الكبير، فإذا هذا الصراع لم يكن هذا هدفه، إذا هذا الصراع يعني لأي غاية يود أن يذهب؟ هل هو صراع عدمي عبثي؟ بالتأكيد عبثي إذا انطلقنا من القوى السياسية ذاتها. لماذا عبثي؟ لأنها أدخلت نفسها في خندق غير لا 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 مجال للخروج منه، فهي أما أن تخرج بأحد ينهي الآخر وهذا مستحيل قدرات متواضعة لذاتهم، أو أن يكون توافق والتوافق يعود الأمور إلى ما كان سابقا ولا يتغير شيئا. ذلك أنا دائما أقول أتابع الأحداث في العراق من خلال الإرادة الخارجية الدولية المتمثلة كما يعرف الجميع بإيران وأمريكا، وبالتالي هذه تحاول أن تلهى في هذا الصراع في حسابها أنها تنتصر بشكل أو بآخر بضغوطات أو بحراك معين، واستمالة الشارع العراقي من هذه الجهة أو تلك الجهة كما شاهدنا في الأيام الماضية، هنا يذهب باتجاه تظاهرة يدعي أنها مع الشارع ومع تشرين، والآخر يدعي أنه تظاهرة من أجل الدولة والإصلاح. إذن نحن في هذا الموضوع ستبقى العملية السياسية هكذا، لن يصلوا إلى حل نهائيا. الشعب للأسف الشديد لم يرتقي في فعله إلى فعل ثوار تشرين. ثوار تشرين نعم الثوار ونعم الرجولة ونعم الأنوثة الوطنية عند الأخوات التي شاركنا في الثورة، ولكن لابد أن يكون حراك شعبي شامل عام يجي هذه المجاميع. هنا أيضا بالمقابل يكون دقيقين، ما دام القوة موجودة والإرادة الخارجية مع العملية السياسية ستقمع التظاهرة حتى من إيران ومن أمريكا نعم. على حد سواء، لأن كما شاهدنا العراق أعطى أكثر نسبة من الشهداء في ثوراته الوطنية ولم يحرك ساكنا، بل حتى إيران قبل قليل الأستاذ العزيز قال الثوار أو حركات إيران لم تدعم أمريكا. أقول لا، الغرب والغرب الغرب دعم مجاهدين الخلق، ومجاهدين الخلق هي القوة الفاعلة الآن في داخل الشارع الإيراني والتي لها يد طولة في هذه الحراكات الداخلية. إذا الغرب إلى حد معين يدعم الشارع الإيراني، وهذه يقرأها الغرب ومصالحه، ولكن ثوار العراق للأسف الشديد لم يلقوا دعما حقيقيا من الجهد الدولي كما ينبغي، ولم يلقى أيضا للأسف الشديد همة عامة عراقية ترتقي بالفعل إلى حيث التغيير المنشود. أشكرك دكتور رافع. إذا ما سلمنا برؤية أن إيران ضعيفة ليس كما كانت إبان أو في سنة احتلال العراق، وأمريكا أيضا ضعيفة، وأنت ذكرت حضرتك الآن أن الدولتين ليست بالقوة التي كانت عليه في أيام أو في بداية احتلال العراق، هذا الصراع والكثير من المراقبين يتوقعون أنه قد ينفلت ويخرج عن السيطرة، كيف لهاتين القوتين وهما الراعيين الرسمي للعملية السياسية أن تسيطر على هذا الصراع وتطوقه ولا تسمح بانفلاته ووصوله إلى نقطة المعادلة الصفرية، أحد الأطراف يفني الطرف الآخر؟ جزء مما يحصل اليوم يدلك على هذا الموضوع. نعم. يعني
الآن النقطة الخلافية، بغض النظر عن النقاط الخلافية اللي بينهم، وإحنا قدمنا شهداء مثل ما يسمونهم في المنطقة الخضراء، وذولا يقولون هيك وهذا تعدى على هذا، وهذه الخلافات اللي موجودة، وهذا اتجاه أصلاحي وهذا اتجاه مصلاحي، وهذا يقول إحنا وطنيين وندافع عن الدولة، وهذا بغض النظر عن كل هذا، وصلوا إلى مرحلة الخلاف الآن على اسم رئيس الوزراء. من هو رئيس الوزراء؟ هل يبقى هذا السوداني مرشح أم لا يبقى؟ تيار الصدري يقول أنه لا وافق على هذا، رغم أنه خارج البرلمان وخارج، لكن كقوة بالشارع متحكمة وقادرة ولها ثقلها بالشارع تقول لا، ولها ثقلها في البيت الشيعي تقول لا. وكان الإطار يقول أنه لن نتراجع عن السودان. يوم أمس كان الخزعلي يتحدث، أحد أطراف الإطار السوداني، ماذا يقول؟ يقول بالإمكان أن نجعل السوداني يتخلى، نعم، ونأتي بمرشح آخر. إذن القضية هم سيصلون، بغض النظر عن القضية، أنا لا أعتقد أن السوداني هو المرشح، يعني مو بالهم، هم سيصلون إلى مرشح توافقي يوافق عليه التيار الصدري، وكأنه تنازل من الإطار للتيار الصدري ويقبل به التيار، وتعود الأمور إلى مجاريها. نعم يبقى الخلاف بينهم، يبقى الصراع بيناتهم تحت سطح هذه السفينة، بالغاطس منها ليس على السطح، يعني الآن طلع على السطح، يجب إعادته. القوى المتحكمة، القوى اللاعبة الأساسية إقليمية ودولية تريد هذا الصراع أن يعود إلى الغاطس، لا يظهر على السطح. هنا سنعود إلى التوافق مرة أخرى، مرشح يقبل به التيار الصدري، وبالتالي نعود. هذه القضية ستؤجج الشارع، هل يستطيع الشارع أن يعيد ثورته بالقوة التي تحدث بها الدكتور قحطان قبل قليل، وانتقد أن الشعب يجب أنه يقوم بثورته؟ هو هذا المطلوب، هذا المراهن عليه، أن الشعب يعود بثورة قوية، لأن الموضوع ماضي إلى أن يتوافقوا. نعم تبقى الخلافات بيناتهم، هذا لا يوافق وذاك يوافق، لكن مكاسب تحكمهم، وبالتالي هذه العملية يجب أن تبقى، لأن الرعاة يريدونها أن تبقى. فلذلك يعني ينزل الصراع مالهم إلى الغاطس من السفينة، والشعب عليه أن يتحمل مرحلة جديدة، ويذهبون للحديث عن الديمقراطية وانتخابات مبكرة جديدة وهذا الكلام. لكن هل الشعب سيصبر بعد كل 20 سنة هذه؟ سيصبر يعني من جديد، وسينتظر مرحلة جديدة أخرى؟ ينتظر، وماذا ينتظر؟ ما الشعب عنده أسئلة كبيرة، وماذا إذا جاءت الانتخابات؟ 85% من الشعب العراقي لم يشارك بتلك الآن الانتخابات. دكتور، القوى السياسية تروج على أنه المخرج لهذه الأزمة هو عملية انتخابات مبكرة جديدة تنهي الأزمة، وننطلق إلى مرحلة البناء والازدهار. ما هم قالوا هذا، قالوا في الانتخابات اللي مضت بتشرين 2021، ما الذي حدث؟ يعني تشرين أول 2021 عندما أجروا هذه الانتخابات المبكرة، ما الذي حدث؟ 85% من الشعب العراقي لم يشارك بها، مع أنهم قالوا أنها هي المخرج وهي منزلة وهي ستأتي بحكومة. صار لهم ما يقارب السنة الآن، دخلنا بالسنة وراء الانتخابات، لم يشكلوا حكومة ولم يستطيعوا، والشعب رافض لهذا الموضوع. فبالتالي الآن إذا أجروا انتخابات جديدة، ما الذي سيتغير؟ نفس الشعب الرفض، ونفس المصيبة، ونفس القوى، وسيزورون نفس الشيء، وسيقولون عدد المشاركين، نسبة المشاركين 40 و50%، وأمريكا ترسل برقية تهنئة للديمقراطية، وإيران تهلل، ومعرف من هو الدول الأوروبي، والمراقب الأوروبي يقول أفضل انتخابات شهدناها ديمقراطية في العالم، وأبو الجامعة العربية ما أدري يؤيد ويصفق. وبالتالي لعبة، هذه لعبة معيبة، ونفس الصورة تتكرر. لكن الفيصل في كل هذا هو الشعب العراقي، واضح هو من سينهي، هو صاحب المعادلة الصفرية. هنا أقول أن المعادلة الصفرية ستتحقق إذا ما الشعب العراقي تحرك بموجته الكبيرة. إذا ما تحرك بالموجة الكبيرة، هي هذه المعادلة الصفرية ستنتهي. أما أطراف العملية السياسية والأطراف الخارجية يريدون المعادلة الصفرية، لن تأتي. دكتور قحطان، بعد كل الذي جرى خاصة بين التيار الصدري وإطار الميليشيات من مواجهات، إزهاق أرواح، سفك للدماء، نشر للغسيل القدر، اتهامات حتى بالإرهاب، اتهامات تخوين وعمالة، واتهامات تصور حتى بالتبعية. الجماعة الظاهر استفادوا من خطاب النظام السابق أنه ذولا التبعية لإيران ويجب أن لا يبقوا بالعراق.
مقتدى الصدر صار الأصفهاني والجماعة ما أعرف منين، هل تتوقع أنهم سيتوافقون مرة ثانية وتمضي السفينة، سفينة العملية السياسية كما يتوقع دكتور رافع، ويصار إلى مرشح يتوافق عليه الصدر والجماعة؟ والسؤال الكبير هنا أنا ماذا سيقول التيار الصدر لقواعده الشعبية التي قدمت دماء في المواجهة الأخيرة؟ كيف سيقنعهم؟ أنا في رأيي قد يصلوا إلى اتفاق معين. نعم. ليس لأن في ذلك مصلحة للعراق بقدر ما مصلحة لأنفسهم. هؤلاء في رأيي الشخصي ليس لهم أي انتماء لا إلى الإسلام ولا لمذهبيتهم ولا للعراق. إن الذي يدعي انتماء مذهبيا ضيقا دكتور قحطان لا يتهموك بالتكفير، خلينا نحكي سياسة. أنا أعرف أن الله عز وجل قال أن الدين عند الله الإسلام. نعم. لم يقل الدين عند الله الجعفري أو الشيعي. نعم. أو السني أو الكذا. نعم. هذه مشكلة كبرى. نعم. غير الإسلام أنا لا أعرف، وبالتالي أي مسمى آخر ينتمي إلى شخص يدعي الإسلام هو تقزيم الإسلام. الإسلام فوق كل مسميات، والخلفاء الراشدين والأئمة الأطهار تاج رأس كل مسلم لا نقاش فيه. نعم. ولكن أنا أقول لأنهم جزأوا الإسلام إذا ليس لديهم أهمية كبرى على الأساس الذي انطلقوا منه، وهم جزأوا العراق باعتبار الفيدرالية والمحصصة هي صيغة للتقسيم، إذا ليس لديهم وطنية حقة، وارتباطهم الخارجي الواضح بدول أخرى تنتمي بعقائد متقاطعة مع العراق بكل المقاييس، إذا هم ليس لديهم انتماء الأرض. لذلك أنا أرى في هذه المجاميع لا ضر إن تتفق، لأنها ليست لا تمتلك رؤية ولا ثبات في رؤيتها بقدر مصلحة، ولكن هذه المصلحة إلى أي مدى تقبل شعبيا؟ واحد، إلى أي مدى تقبل على مستوى التوجه الدولي؟ لأن هناك قناعات كبيرة على أن بعض الإجراءات يجب أن تتخذ تحيد فاعلية القوى الخارجية في داخل العملية السياسية، هل يتم تجاوزها أم اعتمادها؟ إذن ستكون هذه النقاط هي المثار الجدل اللاعب وان اتفقوا، ولكن في رأيي الشخصي سيتفقون لأنهم يخشون على مناصبهم وأن الأرضية تحتهم قد اهتزت بمقاييس مختلفة. هذا الاتفاق أيضا سأقول سيعيد الكرة ثانية إلى الشارع ويكون له القول الأكثر حراك. لماذا؟ لأن هذه المجاميع عادت إلى حيث الخطأ الذاتي الأساسي التي هي محاصصة وتوافقية، وبالتالي عدنا إلى المربع الأسوأ في العملية السياسية وهو مربع المحاصصة والانتماءات الضيقة وانتماءات الخارجية. هنا أقول ستعود الحراك الشعبي في أوج إيجابي، بمعنى أن أي اتفاق لهذه المجاميع فيما بينهم على ضوابطهم الخاطئة تعطي سببا مضافا للشارع العراقي أن يكون ذا فاعلية أكثر، وكما حصل في إيران عندما قامت الإجراءات الإيرانية الرسمية بإجراءات ضد بعض الثوار وبعض الشخوص اتسعت الحراك الشعبي الإيراني. أعتقد أن الاتفاق ما بين القوى السياسية سيدفع الشارع العراقي إلى مزيد من الحراك والانفجار بالصيغة التي لا يتوقعوها هذه المجامع السياسية. شكرا للدكتور قحطان خفاجي أستاذ العلوم السياسية كان معنا عبر سكايب، وأشكر أيضا ضيفنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي كان هنا طبعا في الاستوديو، كان معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في استبعاد الكثير والعديد من المراقبين في العراق، انزلاق الأمور، انزلاق المواجهة بين ميليشيات العملية السياسية إلى مواجهة مفنية أو إلى المعادلة الصفرية. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.